السلام عليكم متابعينا، اهلا وسهلا بكم اليوم في فيديو جديد. هاي اليوم مثل ما تشوفون هاي بلكونتي، اليوم راح انظفها. يعني فتره تاركتها لان كان شتاء فما نقعد بيها هواي، فهسه راح اول شي راح ابدي هنا. هذا عندي كنت لازقه ورد فراح اشيله، يعني اكو منه واقع او تلفان. هسه راح اكمله، كملت هاي الجهة وهسه من هنا هم، وهذا هنا كملته، خليت بعض الورود بالشجرة، وهنا جيت هم على الكراسي. شوفوهن شلون بيهن اتربة، وهنا هم راح اكنس الارضية وراح اغسلها. هنا هاي شكلها بعد ما كملت. راح اخلي الكراسي من هالجهة حتى تشوفون بعدين ايش راح اسوي. راح افرش هذا بالارضية. هاي هنا أنا جيت على الفطور سويت بانية، وهذا تمن روبيان سويته. هنا حبايب شكلها، هنا عجبني اليوم نفطر شوية، واحد يغير من نفسيته. ان شاء الله عجبكم حبايب هذا الفيديو. ان شاء الله بعد رمضان راح تشوفون شغلات وفيديوهات مختلفة. تعرفون احنا بشهر رمضان فيكون كله اكثر شيء على الاكل. وهنا بعد ما كملنا فطور هنا جيت سويت قهوة وخليت كيك. وهنا حبايب هذا كان اخر شي. ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو، وان شاء الله ارجع لكم بفيديو قادم مع الف سلامه.